صباح الخير الناس كل بونجور. باش نحكي على حكاية تظلمت فيها انا على الاخر وخلصت مظلوم، والناس سبت لي امي في البريفي، سبت لي عائلتي، سبوني في الكومنتارات كذا وكذا. يرحم والديكم انتم راكم فاهمين الحكاية بالغلط. لو تعرفوا الحقيقة اخويا، انا راني من حقي اخويا باش ندافع على روحي باش ندافع على مستقبلي، فهمتني؟ من حقي ذا حق من حقوقي. البارح اخويا هبطت فيديو في الكونت متاعي، هبطت فيديو كيما العادة، ما راعني الا يجيني كومنتير من عند الانسة هذيا نجوى السلمي. يجيني كومنتير من عندها، كومنتير فيه برشا قباحة وبرشا تنمر، برشا عنصرية، برشا معناها قلة تحية بصراحة. معناها كومنتير ما يليقش جملة. شوفوا معناها اقراو قدامكم، اقراو اش كتبت لي معناها في الكومنتير على عينيكم الناس الكل، فهمني اخويا. ولا وزدت دخلت الكونت متاعها، معناها تخدم صحفية الطفلة، تخدم صحفية جورناليست. شوف معناها الصحافة وين وصلت في تونس، تخدم في إذاعة مونستير اف ام. شوفوا معناها الصحافة وين وصلت في تونس، كيفاش معناها التنمر هكاكا. ولاو يدخلوا بلا شهيد للصحافة، لا شهيد لا شيء، يعطيهم يدخلوا برا، جيب واحدة من الشارع هكاكا ودخلها طول للصحافة نورمال، فهمتني؟ لا منطق لا ذات لا صفات هكريتوها. بعد ما هي بالضبط كتبت لي كومنتير هذاك، سبحان الله يا خويا غلطت. أنا راني إنسان مانيش كوكب فضاء، أنا غلط يا خويا إنسان. الانسان يغلط، الواه استغفر الله العظيم يا ربي الرسول رديتوني استغفر الله العظيم، نغلط يا اخوي. غلطت فهمتي في حاله غش، لهبطت لها كابتور نتاعها على سبيتها قدام العباد، مشيت تلعب بريفي في بالي الحكايه باش تبقى بريفي. سبحان الله اخويا في حاله غش، نعتذر هكريتو اخويا، معناها قلت كلمه معناها كلمة زايدة فهمتي صغيرة. ما جبتلهاش على الكومنتير جملة، ما جبتلهاش على الكومنتير، قلت لها علاش عملت عملت خاطر جاماتي ها وقر، قلت لها علاش عملت عملت جامات وقر، ما جبتلهاش على الكومنتير جملة اخوي. سبحان الله اخويا في حالة غش وكلمة زرفت، سبحان الله. نعتذر صاحبي من الناس اللي تحترمني ونحترمها اخوي. انا في بالي الحكاية باش تبقى بريفي، ما راعني الا بعد ساعة نلقى روحي اخويا مهبط في جروب جملة واحدة، رغم انا هي كي كتبت لي كومنتير سبان تنمر وكل شيء، ما هبطليش كابتور متاحة وقلت يا ناس شوفوا كيفاش، ما هبطليش. انا كنت مريقل مع روحي، متصالح مع روحي، مشيت لها بريفي في بالي الحكايه باش تبقى بريفي. هي عملت لي كابتور على الكلمه الخايبه، ما راعني الا بعد ساعه مهبطتني في جروب كبير فهمتني ولا لا، وناس تسب فيا وكذا وكذا وبيه وعليا فهمتني. ربي يهدي خويا، ربي يهدي ما خلق وكهو. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم صاحبي. انا كي كتبت لي كومنتير ما عملتلهاش كابتور، ما عملتش قاوق، مشيت لها بريفي. انا كي مشيت لها بريفي هي لقيت الفرصه، مالا شنيا نظار شي تسب، لقيت الفرصه عملت كابتور وهبطتها. معناها كتبت لي كومنتير قلت لي وجهك خايب، انا كل عجل فهمتني. والله يا خويا انا وجهي خايب، كنتي مزيانه في البركه معناها، كنتي ما شاء الله معناها انجولينا جولي في زمانك. ورساله اخويا كبيره، رساله كبيره للناس اللي تفرج الفيديو هذايا، الناس تفرج الفيديو ذا، الناس وحبيبي جملة وبالحملة جيش الأساطير. أول مرة في حياتي تطلب منكم أعملوا بارتاج، أول مرة نطلب منكم خويا فضلا وليس أمرا، تعملوا بارتاج خلي خويا حقي يوصل لا أكثر لا أقل.